السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلين وسهلين. ازيك شوي؟ هاد انت هاد الك ولا للديب؟ للديب اخي للديب. ما حبيت منك اي نوم، لازم تقلي خس الديب. لا تقطع دغري. شو بدك اخي شو بدك؟ هيك ها، خلي مجال للاخذ والعطاء. اخي اي 500 ورقة ولا ابني دبرنا الطلب للمسابقة. أخي ما بقدر. لك لا، ليش ما بتقدر؟ لأنه المهلة خلصت. بعرف إنه المهلة خلصت، لك ليه عم بعطيك 500 ورقة على سواد عيونك؟ عيونك عم تمسك مسك، وإلك بعدين 500 تانية بتمالي حاملها هلا بظهرون إذا نجح. أخي القصة مو قصة مصاري. لك قصة شو؟ المهلة أخي خلصت، وهذا الطلب ما بقدر سجله ولا بقدر أعطي رقمه تاريخ، لأنه بده استثناء من المدير العام. استثناء من المدير؟ مين بده يوصل للمدير العام لك أخي؟ أخي هلأ أنا عم أحكي معك عربي، عم تفهم علي ولا ما عم تفهم؟ كان بفهم عليك بس أنت ما عم تفهم علي. مسيك دبر الخلص دبر. أخي ما بتتدبر. الله يرضى عليك دبر. أخي ما بتتدبر. إيه؟ يعني ما بيمشي الحال غير من مدير العام، من معاونه ما بيمشي الحال. اخي اذا بتعرفه روح لعنده. ايه رايح لعنده. ايه الله معك. الله يسلم. ما غيرت رايك؟ اخي روح لعنده وشوفه الله يرضى عليك. ايه رح تندم عليها مخمسه هي. لا اخي لا، ما عاد تندم. وفي بظهرها مخمسه ثانيه اذا نجح. اخي مع السلامه، روح شوفه. مو تقول لي ناولني. والله جابك. بدك تطول بالك يا ابو رعد. لايمتى استاذ مندوب؟ ظهري رح يطوق من مسح السيارات. يا اخي اصبر لك يومين ثلاثه لبينما المدير العام يرق قلبه ناحيتك. اخ لو اعرف شو يلي انزعله مني، ما عملت له شيء. خلص انت اترك الموضوع علي وانا بتصرف. لا تنساني. لا خلص قلت لك ما بنساك. طيب السلام عليكم. مع السلامة. السلام عليكم. عليكم السلام. هذا أنت؟ شو صار معك؟ ليش هيك عم تلهى؟ علنية اكلنا قتلة تانية حشك ولبك. من مين؟ من هذا ابو برق، ابو رعد، ابو بطيخ. هذا اللي ضربك هديك المرة؟ ما غيره. ليش شو جابه لهون؟ كان عند الاستاذ ممدوح. ايه وشلون قدرت تهرب منه؟ كان طالع واحد من مكتب السكرتيرة معه هيك معاملات. ايه تعبعب فيه لبين ما نفد من الحبحب هيك، كنت انا زمطت له. خذ اشرب، جيب لك طاسة الرعبة. هلا وقت الارق لك وحيد. احمد ليك وشك اصفر مثل الليمونه صار، وفتح تواليتك بسرعه هلا بحبحب جسمك. هلا لا تشتغل فيي، اتركني بهمي. طيب شو صار معك مع موظف الديوان؟ ما رضي يعطيني الاولى مع اني عرضت عليه مصاري تنداح. طيب شو بدك تسوي هلا؟ راح اطلبه لمكتبي وافهم منه كل شيء، بس لالقط نفسي وغير اوعيي بسرعه قبل ما يحبحب. لك شو هالمدير؟ الله لا يوفقك يا ابو رعد. تعاوني وحيد، تعا من رعبي مالي حسنان ارفع ايدي راح ابروك انا. تعا نص عمري واعرف شو عم يصير جوا. ما
اسمحي لي بتليفون عليك. تكرم عينك، تفضل. مرحبا استاذ طلال. اهلا اهلا وصالح. طمني، شلون الوالده؟ الحمد لله. هلا الدكتور كان عنده وطمني. الف الحمد لله على سلامتها. ليش معزل حالك يا ابو صالح؟ ولو ما في شيء من قيمتك. الله يخلي لي اياك يا رب. والمدير كمان بيسلم عليك وبيقول لك اذا كنت عاوز شيء اتصل فيه. يا سيدي كتر خيرك وخيرك. والآنسة امل تسلم عليك. كمان المدير حطم محلك لبين ما ترجع. يا سيدي غمرتوني بلطفكم. العفو. بس تسمح لي لدق التليفون. مروا سيدي. الحقيقة أنا طلبتك مشان آخذ رأيك بموضوع. تفضلوا سيدي تفضلوا، أنا تحت الأمر. في شخص عزيز علي ابنه تقدم للمسابقة، ومثل ما بتعرف المهلة المحددة للمسابقة انتهت، وأنا بصراحة ما بدي أعطيه استثناء رسمي، يعني ما بدي أفتح عليه أبواب، لأني إذا أعطيته بدي أعطي كتيرين. فبرأيك شلون في طريقة أقدر ساعده فيها؟ بسيطة سيدي، منسجل له طلبه بتاريخ سابق. ها يعني قصدك مثل هاد؟ إيه نعم سيدي. أنت مين سمح لك تتصرف التصرف هذا؟ أنا ما دخلني سيدي، الأستاذ ممدوح هو اللي أمرني وأنا عبد المأمور سيدي. أنت عبد المأمور للحق وبس، وما حدا بيقدر يأمرك خارج الحق حتى لو كنت أنا. وهلأ شبتوا أمره سيدي، أنا حاضر. تشطب هذا الطلب من السجل وتجيب لي السجل لأتأكد أنك شطبته فعلا. حاضر سيدي. وأصحك تعيدها مرة تانية. حاضر سيدي ما بعيدة. شفت بعينك؟ برافو عليك يا أحمد، برافو عليك. بس إيه، زر القميص مفكوك والشوارب راح يتفكوا. ليش عم لي اكل كل هالبهادي؟ شغله مالي نفع فيها، ليش شو لحتى اتلاعب فيها؟ بقول للاستاذ ممدوح تور بيقول لي احلبه. لك خرشي الله لين. انا شباب، ايه انا شباب. قلت لها لمرتي قلبي مو مطمن من هالصبحيه. بس كل الحق على الاستاذ ممدوح. انا مستحيل اطلب منه هيك طلب. بعدين لشو قلل هيبتي قدام موظف أدنى مني وأطلب منه أنه يسر لي أموري؟ أنا لو كان بدي وبهمني الأمر كنت أجيت لعندك وطلبت منك استثناء، وأكيد حضرتك ما كنت خجلتني. أنا بإمكاني طبعاً أني أجمعكم وواجهكم وجهاً لوجه، بس لهلأ لساتني أخذ اعتبار للمركز اللي حضرتك مستلمه. أستاذ هذا واحد كذاب، أنا مستعد واجهه. أكيد قابض له شيء هالشيء، مش شيء حدا وبده يلزق التهمة فيه. أنا بعرفه، لكن أبو سمير فساد بعرفه طبعاً. إيه ما في داعي لهالانفعال، أصلاً المواجهة بينك وبينه ما راح تجيب أي نتيجة غير الشرشحة. هو راح يدعي وأنت راح تنفي، أو أنت راح تدعي وهو راح ينفي، وما راح نوصل لشيء. على كل إن أنا طلبتك لحتى أقول لك كلمتين مختصرين. إياك بعد هلأ تتصرف بأي شيء خارج صلاحياتك بدون ما تراجعني. غيره في شيء تاني بدك تحقق فيه معي قبل ما أمشي؟ تفضل لمكتبك. أنت ظلمتني يا أستاذ، يعلم الله أني أحبك. هيك بتخليه يطلع بدون ما تاخذ اي اجراء ضده. شو بدي اساوي له اذا كان ما عندي اي مستمسك لهلا؟ وين بده يروح مني الا ما يوقع شي يوم ويكون بايدي الدليل القاطع اللي بدينه؟ بس حضرتك شفت اني ما فضلت حدا عليك وانه ما لك حق تزعل مني؟ فعلا فعلا انا اسف كثير، بس بدي اطلب منك شغله. خير؟ دور لي على بيت الاجر لانه رح يقلعوني اصحاب البيت. ايمي مو ما قلتي لي شو رح بتجيبي لي معك من باريس؟ باريس؟ مين قال لك اني رايح على باريس؟ ماما. خالتي؟ وشو عرفها خالتي؟ ماما قالت لي انه بدها تروح هي وياكي على باريس تتبضعوا شويه ثياب للصيفي وتنقوا جهاز العرس وتجوا. ها هلا ما عاد عجبك الجهاز الا من باريس؟ انا؟
انا اذا كانت علي لبسك من البالي بتطلعي احلى وحده بالعالم. يا حسام انت بتعرفني منيح، كوني صرت بنت مسؤول فهذا الشيء ما حيغير من نفسيتي ابدا. بعدين انت بتعرف انا ما بيهمني المظاهر ابدا. انا متاكد من هالشيء مشان هيك بحبك. معناتها انسى موضوع باريس وخلينا نفكر بالدراسه. اليوم ايش هو يا جواد؟ شايفه؟ غير شكل. شايفه شلون طالع بتلمع؟ بتجنن. يسلم. صباح الخير. اهلين. مين؟ الاستاذ طلال. اهلين وسهلا. اهلين طالع. الحمد لله على السلامة. طمنا، شلون الوالدة؟ الحمد لله بخير. الحمد لله. كيفك يا سيما؟ اهلين صباح النور. كيف امك؟ الحمد لله بخير. الحمد لله. ما غيرت لك شيء؟ كل شيء محله، مصنفاتك ورقك كله مثل ما هو. ان شاء الله بيسلموا ايديك، عزبناكي. الله يسلمك. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. على كل حال طالما هيك راح اعمل لكم احلى فنجانين قهوة لاحلى شب وصبية بهالمديرية. تسلم يا ام صالح. اهلا استاذ صباح النور. يا اهلا. كيف الوالدة؟ الحمد لله بخير. إذا حالتها بتتطلب وجودك عندها ما في مانع. لا معلش أستاذ، أختي إجت من حمص وقاعدة عندها. بسيطة، الله يعافيها. الله يعافيك أستاذ. يعطيكم العافية. جيبي لي المصنفات والقرارات اللي كانت بغيابي. ماشي. تفضلوا أستاذ بريد. يسلموا إيديك. أستاذ أنا شاكر لطفك لوافتك جنبي دون غضمي، والحقيقة ماني عرفان كيف بدي ردلك الجميل. أنت بتعرف كيف بترده إذا كان في جميل فعلاً. شكراً لك. تفضل أستاذ. شو هدول؟ المصاري اللي أخذته منك، الحمد لله ما عدسته. لا لا خليهم معك بجوز تحتاجهم. مستورة والحمد لله أستاذ. أكيد؟ أكيد. طيب بأي وقت بتحتاجهم أنا جاهز. شكراً. مو بس هن وغيرهم كمان. شكراً لك، خجلتني أستاذ. الله يسلمك. لو سمحت أستاذ طلال خلي أمل تقول لي شو صار بموضوع المسابقة وتجيب لي قائمة بأسماء المتقدمين للفحص الكتابي اليوم وتاريخ تقديم طلباتهم. حاضر أستاذ. شكرا. صباح الخير. إذا ممكن وزع لي الأوراق. على عيني وراسي. يلا تفضلي. بسرعة بسرعة بسرعة. يلا هوا هوا مثل هوا. ها على عيني. تفضل. تسلموا. شريف. الله يسلمك. خايص مثل ما شايفين الاسئله مختومه ومحطوطه بظرف وكل شيء نظامي وعلى التمام، وهلا رح اوزع لكم الاسئله وبتمنى لكم امتحان موفقين فيه. شرف حبيبي. بتمنى لكم امتحان باهر. تفضلوا شرفوا اكتبوا علي. سبق ماشي ولا يهمك، سبق وطمنتك ابنك ناجح لا تاكل هم. يا سيدي يكتب اللي بده اياه، ما حدا رح يقرا اللي كاتبه. هي كلها شكليات، اسماء الناجحين رح تطلع من عندي واول اسم حيكون اسم ابنك، اطمن. ليش طايرت
وصلوا، بس زعلت على سهام ما قدرت تاكل منهم. قال شو عامل ريجيم على الاناناس والمانجا والكاوي؟ تبعت لنا يا تعملها والله. اي بتكون فضلت. اي طيب خلص طمن طمن. مع السلامه. اضرب انت وهيك قشطه خامه. استلمت السيارة؟ رحت. على الله تكون هي آخر مرة بتخالف فيها. جلس. ماما شو قصة الجهاز اللي بدك تجيبي لي إياه من باريس؟ قولي إن شاء الله يا حبيبتي. البابا هلأ متضايق شوي بس وعدني يتصرف. تكرم عينك رح اشتري لك أحلى جهاز، مو أحمد؟ أنا وعدتك أتصرف وأملك مصاري، بس مو مشان سافر فيهم على باريس. لك مشان شو؟ مشان مشروع البناية اللي بده يعمره طارق ونضال. بيع الحالة بيطلع لها لمها شقة للسكن ومكتب. مو أحسن لها من الفساتين؟ اصطفل منك لبنتك، إن شاء الله ما بتشتري لها ولا فستان. أنا اللي بدي أتبهدل ولا أنت؟ أنت المدير العام مو أنا. أنت شو رأيك بابا مها؟ بنشوفه حضرتك بابا. شو أميرة ما بدك تكملي غداكي؟ رايحة تلبسي مشان وصلك على بيت أختك مثل ما اتفقنا. ما استعجلي شوي لأني واعد وحيد مر عليه. لا شو عليه؟ لعنده. جلس. شو مطلوب؟ ما عم تسمع الباب؟ ايه غنية حلوة كتير. شو عم يغنيها؟ مرتي حلوة ما طلقها. ايه طفيه ما بحب الكذب. لك ليش هيك شقتك فوضى بفوضى؟ اخ طول عمرها هيك، أول مرة بتشوفها أصلا ما ترتبت غير وقت كان مسعود هون. ما ترتبت لك معناتها كان لازم نخلي لك إياها كم يوم تاني. إيدي بزنارك أنا. الحق عليك كنت أخر الطيارة شوي. ومين بده يدفع الحساب؟ أي ما حسبتها. قل لي استاذ احمد، ما هو جديدك؟ ما في شيء، عندي مهمة جديدة وبدي زي جديد. فهمت عليك. شو؟ الشخصية اللي بدك تلعبها هالمرة شخصية موظف. مزبوط. بس المشكلة يعني الشخصيات ما بنقدر نغير كثير ملامح وشك. هي مو مشكلتي، أنا المخرج ولا أنت؟ بكرة بيكون كل شيء جاهز. مين المخرج؟ روسا وين ناوي؟ روفا اللي لك 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 طارق لك عمركو براهنك رهن انه مستلم السياره ولا تجيب له سيرتها منوبها حاجتك احراج له ما بدي رهن نافخ ليش بدل ديك الحبش مبينه على كلين هلا هو اول ما يجي بيفتح الموضوع طلع صباح الخير صباح اهلا ابو احمد كيفك شلونكم تعال خذ علي خذ علي قعدوا شلونك ماجي اهلا بي اهلا ايه بشار وبعد ما انسفقوا الحليبات على الارض شو صار؟ انو حليبات؟ ايه الحليبات يا سيدي بعد ما وقعوا على الارض بده يلمهم قام نزل فيهم لحوسه قلت لهم كمل لك يا قصه حلوه بتاخذ العقل خلينا نروح نحضر محاضره يلا شو شايفكم ما سالتوني على السياره صارتكم جمعه انتوا ناقرين راسي السياره والسياره هلا وقت تصلحت ما عاد تمكم ابو احمد لمحتك جايه بالمكنه شو صلحي يا سيدي تصلحت واذا بتحبوا تشوفوا شو تصلح فيها ما عندي مانع كمان بنشوف شو تصلح فيها يعني بناخذ شويه معلومات عن التكنولوجيا والمكنسيانيه وثانيا يعني بصراحه حابب اعمل تعديلات على البسكليت قوموا شرفوا يلا شرفوا شو شرفوا ابطا بدنا نروح على المحاضره ما بين خمس دقائق استاذ ما في عندنا بكل الفرع اسم لهالموظف ما بصير رجع دور مليح شلون ما بصير استاذ انا خدمت بكل الاراضي بالذاتيه
بالديوان، بالمحاسبة، بالجباية، علاقات عامة، بيع طوابع، واشتغلت جمعة بالبوفيه، ما في عنا ولا موظف اسمه رياض الأحمر. سليم، ركز معي، القرار موقعه المدير العام. ايه أستاذ، وإذا موقعه المدير العام؟ بجوز يكون صاير خطأ بالطباعة. ايه 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 والله في عنا موظف اسمه رياض المحمد. والله بجوز يكون هو. طيب أستاذ تحب نبلغه شيء؟ لا، أحسن شيء رد على المديرية وقل لهم إنه ما لقينا موظف بهالاسم، وإذا كان في خطأ هن بيستدركوه. طيب مثل ما بتريد. بس بسرعة، وجيب لي إياه لوقعه، وخليهم يعطوه باليد. اليوم آخر يوم للمقابلة الشفهية. أمرك. يسعد صباحك أستاذ طلال. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. ليش تأخرت؟ إن شاء الله أجا المدير العام. إيه إجا جوا. الحمد لله انقضت. حاكم مرتي قالت لي ما أرجع الضيعة إلا ما وصل لهدية، حتى لو نمت على باب المديرية. أخي يرضى عليك، فوت قل له أبو هيثم، أبوه للمهندس هيثم يلي ساعدته، بده يقابلك. حاضر. شرف صديق. تفضل. أستاذ أحمد، في شخص برا اسمه أبو هيثم، قال أنتوا ساعدتوه بمشكلة رواتب ابنه. هاي خليه يتفضل. حاضر أستاذ. تفضل أبو هيثم. صباح الخير أستاذ. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أهلا عم أبو هيثم. أهلا وسهلا. تفضل تفضل. أهلا وسهلا. كيفك؟ كيف الصحة؟ داعي لك الله يوفقك ويخليك. تسلم. شو شايف معك بيض نازل على السوق تبيعون؟ بمعيبكم هيثم خبرنا انه قبض كل رواتبه، وهدول هدية من ام هيثم، كانت بدها تجي بنفسها تبوس ايدك وتتشكرك لكن ما قدرت، وعت من على السلم وهي عم تعزل، وصل لها جمعة عم تمشي على الاربعة. سلامتها ان شاء الله. يا ريت تعتذر لي منها وترجع لي اياهم، لاني ما بقبل هدايا من حدا. معك حق ترفض، مو قد المقام. قلت لها هالحكي ما اقتنعت. لا لا خلص طمن، راح اقبلهم، هدول قد المقام واكثر كمان. الله يجبر بخاطرك مثل ما جبرت بخاطرنا وقبلت هالهديه. صباح الخير فوفو. صباح النور. ما تشلح. حاسس حالي نار، مدري انا مشوب، مدري هاليوم هربان من الصيف. مدير العام طالبك تروح لعنده فورا. شو بده؟ ما بعرف، كان نازل فيه بالتليفونات، صار بالمقابلات، ترك كل امور الشركه ودبقني. هلا بتروح لعنده بتفهم منه كل شيء. الله يجيرنا، أنا قلبي ما أنا مرتاح للمقابلة. ماشي، مشوار الطريق وراجع. وينك صالح؟ نعم. شو؟ وين أخذ البيضات لبيت الدكتور؟ الدكتور ما حد بيكسر بخاطر الرجال المسكين، قبل منه الهدية وعطاني اياها، وانا هلا فايت لجوا اسمهم، نص لي ونص لك، تجي نقسم البيضات، الي نص والك نص. لا سيدي لا، اعطي النص تبعي لامل، هي المفجوعة. انت شو اخبارك؟ مشتاق. ليش ما عم تجي لعنا؟ صحيح، ريال كيفها؟ فريال؟ ايه. شو بدي اشكي لك لاشكي لك؟ بتعذبك. على كل حال بنلاقي لنا شي وقت فاضي وبنقعد مع بعض وبفضفض لك همي. ضروري. ما قلتي لي المدير العام بتعرفي لشو طالبني؟ ما بعرف، هيك شغلات بيقولها لطلال، اسألوا له. خلينا نشوفك يا أمل. صباح الخير. أهلا أهلا أستاذ أكرم. يا أهلا وسهلا. المدير العام طالبني. بعرف. ما بتعرف ليش؟ هو بالعادة المدير العام لما بيطلب حدا ما بيقلي ليش. آه. يعني مثلا ما اجا حدا واشتكى علي عنده؟ شرف، المدير العام بانتظارك. تفضل. صباح الخير استاذ. اهلا اهلين استاذ اكرم. اهلين وسهلين. تفضل. السكرتيرتي قالت لي انه حضرتكم طالبيني.
صحيح. أنا طلبتك الحقيقة مشان أسألك سؤال موسيقي. تفضل. بس قبل ما أسألك سؤال، شو أخبار مديريتك؟ طمني، إن شاء الله كله تمام. الحمد لله. أنا وأعوذ بالله من كلمة أنا بلاحق أمور مديريتي بنفسي، يعني أنا ما بتطمن على الشغل إنه ماشي صح إلا إذا تابعته بنفسي. الله يعطيك العافية، الله يعطيك العافية. أنا لا تواخذني هلكتك هاليومين بالتليفونات. بالعكس أستاذ، توجيهاتكم الرشيدة، وهذا الكلام طبعاً بقوله لكل موظفين المديرية عندي، توجيهاتكم الرشيدة هي عنوان عمل إلنا. خلينا نرجع للموسيقى. شلون معلوماتك الموسيقية؟ يعني بدي سمعك شريط وتحزر لي اياه من انو نغم، يعني بيات ولا سيجا، صبا ولا رصد، نهاوند ولا نكريز، واذا بتحزر لي ايقاعه بتكون خدمتني. يا ترى بلدي ولا لف؟ مبروك المناقصة، الله يبارك فيك، هذا بفضلك. وين حلوانة؟ جاهز. تفضل. قديش هدول؟ 50,000 ليرة بس؟ ألو، أهلين أستاذ أبو قاسم، كنا عم نودي طلبات سيدنا على عيني. تأمر أمر. إيه فورا. إيه على رأسي. مع السلامة. المناقصة ما كانت محرزة، يا دوب تغطي المصاريفة. ولو هشام بيك. شو رأيك باللي سمعته؟ شبك ما ترد ولا لسانك اكل القط؟ شو بدي رد استاذ؟ انتو ما تركتوا لي مجال للرد. انا شو ما عملت فيك قليل؟ وموقف لو الامر بايدي كنت علقت مشنقتك لحتى ربي امثالك. استاذ انا غلطت، معلش بوعدكم انه هالغلطه ما تتكرر مره ثانيه. غلطت؟ ما انت كلك غلط بغلط، بعمرك ما كنت صح. سامحوني استاذ، معلش، والمسامح كريم، اعطوني فرصه اثبت لكم توبتي النصوحه. اللي مثلك ما بيعرف التوبه. انا رح حول الاشرطه للرقابه والتفتيش وهن بيصطفلوا فيك. بس تشويه سمعتي بهالشكل بجوز ياثر على سمعتي قدام الناس اللي داعميني، وبجوز ياثر كمان على سمعتهم هن. عم تهدين؟ خلي لك اللي يدعمك يدعمك بالتهدي. اطلع لبرا. ولا يا اهلا وسهلا سميره. اهلين اختي. تفضلي مدام. يسلم هيديات. يعطيك العافيه. الله يعافيك. ايه اختي، فتحتي جوزك مشان موضوع السفره لباريس؟ لا ما فتحته. يوه ليش؟ مو وقتها هلا، حسام ومها قرب فحصهم ولازم نكون جنبهم لبين ما يخلصوا فحص. ايه بس نحن ما رح نطول، اسبوع زمان ونرجع. ما بعرف، ما لقيتها مناسبة نتركهم ونسافر. شلون جوزك؟ شو أخبار شغله؟ بيسلم عليكم. بس أختي كأني سمعت منه أنه في مناقصة بشركة أحمد وعم بيفكر أنه يقدم عليها. إيه طبعاً يقدم عليها، ليش لحتى ما يقدم عليها؟ مو أحسن ما تروح للغريب؟ الأقربون أولى بالمعروف أختي. الله يخلينا تقابل.
الماضي يا رب، ان شاء الله تصير كثير عربي يا رب. الهواند ومصمودي ونكريز بسيطة، بنشوف مين فينا اللي راح يطير، أنا ولا أنت. بس بالأول لازم أعرف مين اللي أعطاه الشريط. هي ما في غيرها، أنا بفرجيكي. أهلين أكرم، طمني شو كان بده منك؟ يعني ما بتعرفي؟ شو عرفني؟ سلامتك، سمعني موسيقى، شوية نهواند على شوية مصمودي على شوية دراب السخن على شوية نكريز. موسيقى؟ انت ليش هيك عملتي فيني؟ ليش؟ اترك ايدي رح تكسرها. وبدي اكسر لك راسك كمان، فهميني ليش هيك عملتي؟ اترك ايدي اللي بفوت علينا حدا. فهميني ليش سجلتي حديثي مع العالم وعطيتي شريط للمدير العام؟ ليش؟ انا؟ مستحيل اعمل هيك عملة، لانه رجلي ورجلك بالفلقة سوا، اذا انضريت انا حتنضر انت. ماشي حق الحال، هلا ماني فاضي لك، بس يا ويلك اذا بعرف انك انت اللي عملتيها. الو ابو المجد بالمكتب؟ قل له اكرم. السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم مثل ما ذكرتم واكثر. مرحبا يا اخ. ليه استاذ؟ اهلا اهلا اهلا. تحياتي. مو ممكن اطلع على دفتر شروط المناقصة؟ يا ريت، بس تروح تدفع حق الدفتر وتجيب لي الوصل وانا بسلمك يا تكرم عينك. ايوه مفهوم. اهلا وسهلا، مع السلامة. عفوا يا اخ. نعم. عندنا مناقصة؟ ايه، عندك مانع؟ بلا لك يا اخ. ليش بقى؟ شو؟ ايه بلاها، شو عليه؟ عشك يا بلبل. نايس،